السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة البروفيسور للمعرفة. قبل ما نبداو الكور ديالنا ديال اليوم، ما تنساوش باش انكم تابوناو في لاشين ديالنا وتتابعوا الصفحة ديالنا على انستغرام، وما تنساوش باش انكم ديروا جيم لاباج ديالنا على فيسبوك، لحقاش غادي تلقاو فيها جميع الدروس اللي غادي تحتاجوا ليها، سواء كنتو باك ايكونومي ولا جيستيون كونطابل ولا كتقراو في التكوين المهني ولا كتقراو في الجامعه، غادي تلقاو جميع الدروس ديال جميع المواد اللي كتقراوها، واللي بطبيعه الحال ملخصين بواحد الطريقه سهله بزاف ومبسطه وممكن اي واحد يفهمها. فعلى بركه الله غادي نشوفوا الكور ديالنا ديال اليوم. الى عقلتوا في واحد الفيديو كنا هضرنا على كيفاش كان ديتيرميني ولا باز امبوزابل ديال ليست، يعني هاد ليست كيفاش كنديرو حتى كنحسبوه. قلنا بلي في لافان ديال شاكاني كاع لي زونتربريز كيكون ملزم عليهم باش انهم يعطيو واحد الدوكيمون سانتيز ولا واحد ليطا سانتيز اللي كيتسمى لو سي بي سي. هاد لو سي بي سي هذا كيتكون لينا من لي برودوي ولي شارج، يعني النفقات وايضا الارباح والمداخل اللي حققت الشركه. وقلنا بلي الفرق بيناتهم ما بين اشنو باعت الشركه واشنو ربحات وما بين داكشي اللي خسرات كيتسمى لو ريزولتا كونطابل. فبطبيعه الحال الا كانوا لي برودوي اكثر من لي شارج كتكون عندنا واحد لو ريزولتا كونطابل بينيفيسير، اما الا كانوا لي شارج هما اللي اكثر من لي برودوي والشركه ما ربحاتش بزاف، فهاد الحاله كنقولوا بلي لونتربريز عندها واحد ديفيسيت. فكنا قلنا في لي فيديو اللي قبل بالنسبه لي شارج ماشي كلهم كيكونوا مقبولين فيسكالمون، كاينين دي شارج اللي كيكونوا ديدكتيبل وراه كنا هضرنا على لي كونديسيون ديالهم، وكاينين دي شارج اللي كيكونوا نون ديدكتيبل ولا بمعنى اخر كنقول عليهم اغي انتغري وكيتزادوا عليك في لو مونطون ابيي ديال ليس. فنفس الشيء كاين حتى بالنسبه لي برودوي، كاينين دي برودوي اللي هما امبوزابل يعني اللي من الواجب عليك باش انك تخلص عليهم ليس، وكاينين دي زوتر برودوي اللي هما نو امبوزابل ولا اكزونوري، يعني واخا هما راهم ربح بالنسبه لك ولكن لو ليجيسلاتور كيعفيك من انك تخلص عليهم لياس. فداك الشيء علاش الدرس ديالنا ديال اليوم غادي يكون على لي برودوي امبوزابل اي نو امبوزابل. فكما كتعرفوا البلون كونطابل ديالنا مقسم على هذا الشكل هذا في لاكلاس 7. كاينين عندنا لي برودوي ديكسبلواتاسيون واللي هنا كنلقاو فيهم كاع الارباح اللي دخلاتهم الشركه عن طريق البيع ديال بعض المنتوجات اللي مرتبطه بالانشطه الرئيسيه ديالها. كاينين لي برودوي فينونسيير واللي هما بعض الارباح اللي حققتهم الشركه، يا اما فاش كتاخد شي انتيري يا اما من عند لا بونك ولا الى سلفات شي واحد. وكاينين بطبيعه الحال دي برودوي نون كورون واللي هما بعض الارباح ديال الشركه ولكن ما داخلينش في ليكسبلواتاسيون ديال لونتربريز، واكبر مثال عليهم هو مثلا لا سيسيون دي زيليمون داكتيف. الى مثلا كانت لونتربريز باعت الماتيريال باش كتخدم، فبطبيعه الحال لونتربريز راه ماشي لو بوت ديالها هو انها تبيع الماتيريال باش كتخدم، وانما هي كتبيع السلع ديالها اللي كتكون متخصصه فيهم. ففاش كيكون مثلا واحد ديفيسيت في لونتربريز ولا مثلا لونتربريز كتبغي تجدد داك الماتيريال اللي كيكون عندها، كدير واحد لا سيسيون ديال دوك لي زيموبيليزاسيون اللي عندها، وهادوك لي زيموبيليزاسيون كنسموهم دي برودوي نون كورون ولا دي برودوي اكسيبسيونيل. فداك الشيء علاش حنا اليوم غادي نشوفو شكون هما لي برودوي امبوزابل وشكون هما لي برودوي اكزونيغي في ليس. غادي نبداو بلي برودوي ديكسبلواتاسيون واللي قلنا عليهم هما الارباح اللي كتدخلهم الشركه عن طريق البيع ديال شي حوايج اللي هما الغرض من النشاط الرئيسي ديالها، يعني كتبيع شي حوايج اللي مرتبطين بالانشطه الرئيسيه ديالها. اول حاجه كاينه عندنا هو لو شيفر دافير واللي كنسميوه رقم المعاملات واللي كيجمع لينا لونسومبل دي فونت رياليزي بار لونتربريز. فكما كتعرفوا لو شيفر دافير بطبيعه الحال هو راه غادي يكون امبوزابل ولكن بشروط. الا كانت ديك السلعه وصلناها لو كليون يعني فاش بعناها له ودرنا له ليفريزون، ففي هذه الحاله هذه داكشي اللي بعنا له كيكون امبوزابل. ولكن الا ديك السلعه اللي بعنا له كليون مازال ما وصلت له، فداك لو برودوي ولا ديك لافونت اللي درنا كتكون نو امبوزابل وما كنخلصوش عليها ليس وما كتديكلارا حتى كيخلصنا داك لو كليون غييرمون، وما كناخدوش بعين الاعتبار لا فاكتور، يعني سواء كانت لا فاكتور ولا ما كانتش، حنا المهم هنا عندنا هو لا ليفريزون، يعني الا وصلتي له السلعه راه امبوزابل، ما وصلتيهالوش راه ما كتخلص عليها والو. كاين عندنا لو شيفر دافير تي تي سي، الا كانت لونتربريز بعت السلع ديالها فكما كتعرفوا هي راه كتبيع ديما تي تي سي ما كتبيعش اور تاكس. فداك الشيء علاش الا لونتربريز ديكلارات لينا لو شيفر دافير ديالها تي تي سي وديكلارات هاد تي فيا في السي بي سي ديالها، وكما كنعرفوا باللي لا تي فيا كتكون فقط في البيلون
والسي بي سي ما كتكونش فيه التي في يا كاع. فداك الشيء علاش ديك التي في اللي زادتها لونتربريز على راسها وحسبتها كوم برودوي، فهذيك التي في كتكون اكزونوري. علاش؟ لحقاش لونتربريز راه ديك التي في ما كتدخلهاش لجيبها، وانما لونتربريز كتلعب فقط الدور ديال واحد لانترميديير ما بين لو كونسوماتور فينال وما بين ليتا. كاين عندنا لو شيفر دافير ا ليترونجي، الا كانت لونتربريز كتبيع فقط غير مع الخارج، يعني الهدف من التاسيس ديالها هو التصدير، فهاد لونتربريز هادي كتكون معفية من الليس في دوك ال5 سنوات الأولى من أول عملية ديال التصدير دارتها. فبحال مثلا لونتربريز بدات في 2016، إذا غتكون معفية في 2016 2017 2018 2019 حتى ل 2020. من بعد كتبدا تخلص الليس على هاد الشيف خدافي هذا اللي حققات. كاينين عندنا لي برودوي اكسسوار واللي كيتكونوا من لو ترونسبور فاكتوري، يعني الى لونتربريز وصلات واحد لا مارشانديز لو كليون فكتحسب عليه لو ترونسبور. فداك الترونسبور بطبيعه الحال كيكون امبوزابل وكيتخلص عليه لياس. كاين الغودوفونس دو بروفي ولا الغودوفونس سور بروفي، فهي كنسميوها براءه الاختراع. ففي حاله ما كانت لونتربريز عندها واحد لا مارك ديالها وباعتها لاون اوتر اونتربريز باش بدات فابريكي لو ميم برودوي، فداك المبلغ اللي كتاخد لونتربريز كيتسمى اون غودوفونس، وطبيعه الحال هاد لا غودوفونس كتكون امبوزابل. كاينين عندنا لي غوفوني دو لوكاسيون، هنايا الى مثلا لونتربريز كان عندها واحد الكراج ولا واحد الباتيمون وكراتها لونتربريز واحده اخرى ولا لشي كوميرسون واحد اخر، فبطبيعه الحال الفلوس اللي كتاخد من عندهم حتى هما كيتخلص عليهم لياس، دونك غيان اسينيالي. كاينين لي كوميسيون روسي واللي هما نقدروا نقولوا بان الى لونتربريز دارت واحد العمليه ديال الوساطه ما بين شي جوج ديال الشركات، فداك المبلغ اللي كتاخد هي اللي كنسميوه التطويره ديالها، فدوك الفلوس اللي كتاخد كنسميهم دي كوميسيون اي كورتاج روسي، وبطبيعه الحال كيكونوا امبوزابل في الياس. هنايا كاين عندنا لو ستوك واللي قبل ما غادي نهضر عليه بغيتكم تركزوا فيه مزيان، لحقاش هذه مهمه بزاف وكنلاحظ بلي بزاف ديال لي بروف كيغفلوا عليها وما كيعطيوهاش حقها. الوغ هنايا قبل ما غادي نبداو غادي نهضروا على لا كلاس 7. لا كلاس 7 كما كتعرفوا كاين عندنا فيها واحد لو كونط دو فارياسيون دو ستوك. هاد لو كونط باش نقدروا نعرفوه علاش كيصلح غادي نعطيو واحد ليكزامبل. فمثلا الشركه كتشري واحد الماتيغ بروميير باش تقدر تقاد لينا واحد البرودوي بالغرض باش انها تبيعو في المارشي. فاول حاجه كديرها لونتربريز هي كدير لا بروفيزيونمون، يعني كدير لا شادو ماتيغ بروميير. كما كنعرفوا لا شاد ماتيغ بروميير كاين عندنا في لا كلاس 6. ابري ديك لا ماتيغ بروميير اللي كتشريها لونتربريز راها كتكونسوميها، يعني ديك لا ماتيغ بروميير كدير لها لا ترانسفورماسيون باش تقدر تعطينا واحد لو برودوي فيني. داكوغ، من بعد قبل ما الشركه كتبيع داك لو برودوي ديالها كديرو في لو ستوك، يعني كتستوكيه عاد باش من بعد كتقرر باش انها تبيعو. فمنين كتبغي لونتربريز تستوكي داك لو برودوي فيني كدير واحد لو كونط في لا كلاس 6 اللي كيتسمى لو كونط دو فارياسيون، او بلوتو واحد لو كونط في لا كلاس 7 اللي هو لو كونط دو فارياسيون دي ستوك. وعلاش كديرو؟ بوغ نوتراليزي لي في دلاشا دو ماتيير بروميير. هادي فاش غادي نفهموها مزيان غادي نعطيو عليها واحد المثال صغير باش تقدر توصل الفكره. مثلا عندنا واحد لونتربريز شرات واحد المواد اوليه، يعني شرات واحد المواد باش انها تقدر تفابريكي لينا واحد لو برودوي. نفترضوا بانها داك الماتيغ بروميير دوك المواد اللي شرات تقاموا عليها ب 5000 درهم، فداك لاشاد مارشونديز بليتو فداك لاشاد ماتيغ بروميير كتدخلو في لو سي بي سي ديالها وكديرو في لي زاشا. فا الى لونتربريز ما باعتش ديك يعني داك لو برودوي فاش فابريكا لونتربريز ما باعتوش، يعني بقى عندها تما في لو ستوك، ففي هذه الحاله هذه لو ريزولطا غادي تكون ديفيسيتير. علاش؟ لحقاش لي فونت عندنا ولا لي برودوي عندنا زيرو، وبالنسبه لي شارج ديالنا عندنا 5000 درهم. وكما كتعرفوا لا ديفيرونس ما بين لي برودوي ولي شارج كتعطينا لو ريزولطا دو لونتربريز. فإلا خلينا غير داك لو كونط ديال لاشا بوحدو ديال 5000 درهم غادي نديرو صفر اللي هو لي برودوي ديال لونتربريز، لحقاش قلنا ما باعتش داك لو برودوي، ونقصنا منو ديك 5000 درهم غادي تخرج لنا لو ريزولطا ديفيسيتير ديال ناقص 5000 درهم. فداك الشيء علاش لونتربريز كيخصها ولا بدا دير لينا واحد لو كونط ديال الفارياسيون، داك لو كونط هو اللي كدير فيه داك المبلغ ديال 5000 درهم اللي ما باعتوش لونتربريز، يعني داك الشيء اللي بقى ليها في ستوك وما تتباعش كيخصها تدخلوا لينا في داك لو كونط. وفي هذه الحاله غادي يولي عندنا 5000 في لي شارج و5000 في لي برودوي،
وفاش كنديروا لا ديفيرونس بيناتهم كتخرج لينا لو ريزولتا زيرو، يعني لونتربريز ما رابحه ما خاسره. فهاد الشيء اللي كاين، داك الشيء علاش كنقولوا بلي لي ستوك فهم في لو تريتمون ديالهم امبوزابل، بشرط باش ان دوك الستوك اللي كاين عند لونتربريز خاصها تيفاليوه بلو كو دو برودكسيون، يعني ما تيفاليوهش بلو كو داشا ولا مثلا بلو كو دروفيان، فكي خاصها تيفاليوه بلو كو دو برودكسيون. وايضا كاين عندنا حاجه اخرى هنا، الا كان لو ستوك اي تو ايفالوي باغ ايغور او بري دو فونت، يعني لونتربريز الا غلطات و ايفاليات داك الستوك ديالها في داك النهار بالثمن ديال البيع وزادت فيه واحد لا مارج، يعني خدات لو كو دروفيان اللي هو الثمن اللي شحال باش تقام عليها داك لو برودوي كامل، وزادت عليه الربح ديالها. فداك الربح اللي كتكون زادتو عليها كيخصنا نقصوه من لي ريزولطا دو لونتربريز. فهذا هو لو تريتمون ديال لي ستوك في لي برودوي. كاينين عندنا لي زيموبيليزاسيون برودويت باغ لونتربريز بوغ ايل ميم. هنا الى لونتربريز قادت ليه على سبيل المثال واحد الباتيمون، فديك الباتيمون كتعتبر كوم ان برودوي بالنسبه لونتربريز، فبطبيعه الحال راه كتخلص عليها ليس وكتكون امبوزابل. هنايا كاينين عندنا لي سيبفونسيون ديكسبلواطاسيون ريسو. فبالنسبه لي سيبفونسيون بصفه عامه كما كنعرفوا هما الدعم المقدم من عند الدوله للشركات، وكما كتعرفوا كاينين بزاف ديال لي سيبفونسيون، كاين عندنا سيبفونسيون ديكسبلواطاسيون، كاين سيبفونسيون دانفيستيسمون، وكاين سيبفونسيون ديكيليبر. حنا هنا غادي نهضروا على لا سيبفونسيون ديكسبلواطاسيون، واللي هي عباره على واحد الدعم من عند الدوله، واللي غير من الاسم ديالو ممكن نفهموه اللي هو ليكسبلواطاسيون، يعني راه مرتبط بالانشطه الرئيسيه للشركه. هذا الدعم هذا على سبيل المثال كتعطيه الدوله، بحال مثلا لدوك الفلاحه ولا دوك الشركات الفلاحيه كتعطيهم واحد الدعم اللي مرتبط بالانشطه ديالهم، يعني بحال مثلا كتعطيهم الاعلاف ولا الاسمده، وهذا الشيء كامل غير باش ما يتضررش داك القطاع ديالهم وباش ما يخسروش دوك الفلاحه. لحقاش الا خسروا هما وما ربحوش فبطبيعه الحال راه كيكون عندهم واحد لفي نيجاتيف على كاع القطاعات الاخرين وبزاف ديال الناس كيتضرروا معاهم. هذه هي لا سيبفونسيون ديكسبلواطاسيون، واللي هي بطبيعه الحال كتكون امبوزابل. هنايا كاينين عندنا لي جوطون دو بريزونس روسي. هاد لي جوطون دو بريزونس هادو راه سبق ليا وكنت هضرت عليهم في واحد الحلقه. كاينين عندنا لي جوطون دو بريزونس فيرسي وكاينين الروسي. كنا قلنا عليهم بلي هما عباره على واحد الريمونيغاسيون اكوردي لي زادمينيستراتور سويت الوغ بريزونس دو كونساي ادمينيستراسيون ولا لاسومبلي جينيرال، يعني دوك الاعضاء ديال مجلس الاداره كنعطيهم واحد الخلصه مكافأة على الحضور ديالهم لمجلس الإدارة ولا الجمع العام، فبطبيعة الحال حتى هي كتكون امبوزابل. هنا كاينين عندنا لي روبريز ديكسبلواطاسيون واللي حتى هما كيحتاجوا التركيز بزاف، وانا هنايا غادي نهضر على لي روبريز بصفة عامة. ف لي روبريز كما قلنا هما سون دي برودوي امبوزابل. علاش؟ كما كتعرفوا كاع لي برودوي اللي كتبيع لونتربريز ولا لونتربريز فاش كتبيع شي سلعة ديالها كيف ما كانت، فراه بطبيعه الحال ماشي ديما كنتخلصوا اون اسبيس وماشي ديما كنتخلصوا او كونطو، فراه بطبيعه الحال كنبيعوا بالكريدي. ولكن بعض المرات فاش كنبيعوا بالكريدي كنكونوا كنشكوا في واحد الكليان بلي ما غيخلصناش، وهادو راه غادي تكونوا شفتوهم في لي بروفيزيون في لا كونطابيليتي جينيرال، لا بالنسبه ديال الناس ديال الاس 2 ولا بالنسبه ديال الناس ديال لا جيستيون ولا لا كونطابيليتي. فداك لو كليون اللي ما غاديش يخلصنا كنسميوه يا اما كليون دو تو او ليتيجيو. المهم داك لي كليون فاش كنشكو بانه ما غاديش يقدر يخلصنا يا اما في لا توتاليتي ديال ديك المارشونديز اللي دا ولا غير في واحد الجزء منها، ففي ديك الحاله لونتربريز كتكونستاتي واحد لا بروفيزيون كاحتياط، يعني لونتربريز كدير واحد التوقع بلي داك الكليون راه ما غاديش يخلصها في المبلغ الكامل ديال ديك السلعه ولا غير في واحد الجزء منه. بطبيعه الحال ديك لا دوتاسيون اللي كتحسب لونتربريز راه كتدخلها في لي شارج ديالها، وكما كنعرفوا كل ما لي شارج ديال لونتربريز طلعوا كل ما كتخلص موان دامبو ولا ممكن ما تخلص والو. فداك الشيء علاش لونتربريز ديما كيحاولوا ما امكن باش انهم يغونفليو لي شارج ديالهم غير باش ما يخلصوش بزاف ديال الضريبه. فداك الشيء علاش الا مثلا هاد لا بروفيزيون اللي دارت لونتربريز وكونستاتات ديك الدوتاسيون زادت في لي شارج ديالها قلنا بانها ما كتخلصش بزاف، ولكن الا ديك لا بروفيزيون رجعت سون اوبجي، يعني داك لو كليون صافي راه خلصنا وديك لا بروفيزيون راه ما بقى عندها حتى شي غرض، ففي هذه الحاله كيخصنا ندير واحد ليكيليبر ما بين دوك لي شارج ديالنا اللي زدنا فيهم وما بين دوك لي برودوي ديالنا. فداك الشيء علاش لونتربريز كيخصها تانولي ديك لا بروفيزيون اللي دارت، وباش كتانوليها
كتانيليها بواحد لو كونت ديال الغوبريز اللي كاين في لا كلاس 7 واللي هي هاد لي غوبريز ديكسبلواطاسيون. ف لي غوبريز كيما قلنا راه كاينين بزاف، كاينين لي غوبريز ديكسبلواطاسيون، لي غوبريز فينونسيير، لي غوبريز نون كورون. هادشي كيعتمد فقط غير على لو كور ديال لي بروفيزيون. الا كنتو ضابطينهم مزيان ما غاديش يكون عندكم مشكل في لي غوبريز هنايا في الياس. فالمهم بصفه عامه هاد لي غوبريز هادو راهم كيكونوا امبوزابل. دابا غادي ندوزو لي برودوي فينونسيير، فتا هما كيتعتبروا من بين اهم الارباح اللي كيكونوا عند الشركه، واهم نوع اللي كاين ديال لي برودوي فينونسيير واللي هو لي برودوي دي تيتر دو بارتيسيپاسيون ولا اللي كنسميوه لي ديفيدون. فلي ديفيدون بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هو واحد الجزء من الارباح ديال الشركه السنويه واللي كيتعطى للمؤسسين ديالها ولا للشركاء اللي فيها. فبطبيعه الحال دوك الشركاء، ممكن يكونوا دي بيرسون فيزيك، يعني مثلا فلان، محمد، حمزه، ابراهيم، ولا ممكن يكونوا دي بيرسون مورال، يعني كتكون شركه بحال مثلا لافاش كيري ولا سنترال ولا انوي ولا اكسيتيرا. ديك لونتربريز كتدخل بالاسم ديالها وبلو باتريمون اللي عندها وكتولي شركه في اون اوتر سوسيتي. فبطبيعه الحال فاش كيسالي العام مورا لا ريبارتيسيون ديال الريزولتا، كما كتعرفوا فاش لونتربريز كتدير الريزولتا ديالها كتفرق ديك لو ريزولتا على بزاف ديال الحوايج، يعني كتفرق منها لي سالير، كتخلص بها لي زانتيري لي بونك، كتوفر منها واحد الجزء لوطو فينونسمون، وكاين ايضا واحد الجزء اللي كنسميوه لي ديفيدوند واللي كيتعطى لدوك الشركاء اللي كاينين في لونتربريز. فبطبيعه الحال هاد لي ديفيدوند هادو راهم معفيين 100% من الضريبه. علاش هادشي كامل؟ باش نقدروا نيفيتيو لا دوبل تاكساسيون، لحقاش ديك لونتربريز اللي عطاتنا هاد لي ديفيدوند راه ديجا خلصت الياس، وديجا لي ديفيدوند راه كانوا داخلين ديك الساعه في الحساب ديالو، فما يمكنش يتخلص الياس على الديفيدوند في ديك لونتربريز ونزيدو ندخلوه حتى في هاد لونتربريز ديالنا. داكشي علاش لي ديفيدوند راهم اكزونوري 100%، لحقاش كيستافدو من واحد لاباتمون ديال 100%. كاينين عندنا لي بوني دو ليكيداسيون، فتا هما راهم كيتعتبروا بحال دي ديفيدوند. علاش؟ هادو كيكونوا عندنا فاش لونتربريز كدير فايت، كدير فايت و كتليكيدا لونتربريز. ففي ديك الساعه كناخدو واحد لاصوم تما كتكون في لونتربريز، ديك لاصوم ديال الفلوس كنوضو كنفرقوها على كاع دوك لي زاسوسيي اللي كاينين في لونتربريز. هادو هما اللي كنسميهم لي بوني دو ليكيداسيون، وهما بطبيعه الحال كيكونوا نو امبوزابل، يعني ما كنخلصوش عليهم الياس. كاينين لي غاني دو شونج واللي هما امبوزابل، لحقاش اي ساجي دي برودوي فينونسيير اكسيبسيونيل. فاشنو كنقصدو بلي غاين دو شونج؟ فمثلا لونتربريز في الاطار ديال التعاملات ديالها مع الخارج، داكشي ديال امبور اكسبور، فمثلا الى لونتربريز بغات امبورتي واحد لا مارشانديز ا ليترونجي، يعني لونتربريز بغات تشري شي سلعه من برا ديال البلاد، فنهار فاش اتفقت معاهم باش غادي تشري ديك لا مارشانديز كان الثمن ديال الاورو واحد كيساوي 10 ديال الدراهم. فحتى داز سمو ودو لونتربريز جات باش تخلص، فداك النهار الثمن ديال الاورو طاح ولا فقط غير 8 ديال الدراهم. ففي ديك الحاله هذه كنسميها واحد الكاين دو شونج، وبطبيعه الحال هاد الكاين دو شونج هذه كتكون امبوزابل. هنايا كاينين عندنا لي زانتيغي روسي بري اكوردي او بيرسونيل. فكما كتعرفوا لونتربريز ممكن بعض المرات هي تسلف دوك لي بيرسونيل اللي كاينين عندها في لونتربريز. الى دوك البيرسون اللي عندها بلاصه مثلا ياخذوا واحد الكريدي من لا بنك، كيجيو عند لونتربريز يا اما كيطلبوا واحد الافونس، يعني تطبيق عادي ولونتربريز كتعطيه ليهم، ولا الى ما بغاتش تعطيهم الافونس كيطلبوا منها كريدي، وداك الكريدي بطبيعه الحال ما يمكنش يردوه ليها فابور، وانما كيردوه مع واحد لانتيغي. داك لانتيغي كيكون امبوزابل وتا هو كنحسبوا عليه الياس. هنايا كاينين عندنا لي زانتيغي بروت دان كونت بلوكي، وتا هادو كيحتاجوا التركيز بزاف. فاشنو كنقصدو بلي زانتيغي بروت دان كونت بلوكي؟ فمثلا الا كانوا عندي الفلوس، يعني مثلا كان عندي واحد ليكسيدون ديال الفلوس، سواء هادشي ما مرتبطش بالضروره بلي زونتربريز ولكن حتى حنايا الاشخاص العاديين، يعني الا كانوا عندنا الفلوس كاينين الناس منا اللي كيمشيو كيحطوهم في لابونك باش يقدروا ياخذوا دي زانتيغي. فدوك لانتيغي الا كانت لونتربريز مثلا هي اللي دارت داك لو بلاسمون في لابونك وخدات داك لانتيغي، فداك لانتيري كيتعتبروا واحد البرودوي فينونسيير بالنسبه لونتربريز، مي ا كونديسيون خاصها تدخل دوك لي زانتيغي اللي خدات تدخلهم بالبروت في هاد لو كونط ديال لي برودوي فينونسيير، في هاد لو كونط ديال لي زانتيغي. ف قبل ما كناخدو حنا دوك الفلوس، يعني داك لانتيغي اللي كنشدو حنا من لابونك،
فالونتربريز ما كتاخدش داك المبلغ كامل، يعني ما كتاخدش المبلغ 100%، وانما لا بونك كدير لينا واحد لا غوتوني على سورس ديال 20%. يعني مثلا لونتربريز كانت غادي تشد 10000 درهم، فلا بونك كتقطع لها واحد 2000 درهم كتاخدها لا بونك قبل ما تعطي دوك الفلوس لونتربريز، وكتعطي لونتربريز فقط 80% من دوك الارباح. ولكن لونتربريز هنايا فاش كنهضروا على الياس، لونتربريز ما خصهاش ديكلاري فقط داك النيت، يعني ما خصهاش ديكلاري غير داكشي اللي شدات، وانما كيخصها ديكلاري لو بروت كامل، يعني داكشي كامل واخا راه لابون قطعت لها 21%، وانما خصها تدخل لينا في لي برودوي فينونسيغ لو مونطون كامل ديال لانتيري، يعني 100% كامله كيخصها تدخلها لينا تما. فداكشي علاش لي زانتيغي الا دخلاتهم لونتربريز بالبروت فكيكونوا امبوزابل، يعني راه كيتحسب عليهم الياس. ولكن فاش لونتربريز كتدخل لينا دوك لي زانتيري بالنيت، يعني ما كتخليناش لو مونطون كامل، فقط كتدخلهم غير بالنيت. فاشنو كنديرو؟ اول حاجه كيخصنا نلقاو لو مونطون بروت ديال هاد لي زانتيغي. فباش كنلقاوه كناخدو لو مونطون نيت اللي هو لو مونطون راه كيكون معطي ليكم في لي زيكزارسيس، وكنقسموه على 80%، ولا باش نبسطو الحسابات كنقسموه على 0.8%. ديك 0.8 او بلوتو ديك 0.8 هي لو مونطون بروت، وهذيك هي اللي نورمالمون لونتربريز كيخصها ديكلاريها لينا، ولان هي ديكلارات لينا واحد لو مونطون قل، يعني لونتربريز بينات لينا باللي ربحات واحد الحاجه قليله. فداك الشيء علاش كنضربوا داك لو مونطون اللي لقينا في 20%، وديك 20% اغي انتيغري، يعني كنزيدوها عليها في الحساب. الوغ هنايا كاينين عندنا لي زيسكونت اوبتوني، اشنو كنقصدوا بهم؟ الا مثلا لونتربريز دارت واحد لاشاد مارشونديز وداك لو فورنيسور ديالها دار ليها واحد لي سكونت، يعني نقص ليها من الثمن، دار ليها واحد الريدكسيون فينونسيير، فداك المبلغ اللي كينقص لينا كيتعتبر بحال واحد البرودوي فينونسيير بالنسبه لونتربريز، وبطبيعه الحال كيكون امبوزابل. هنايا كاينين لي غوبريز فينونسيير، وراه تقريبا عندهم نفس لو تريتمون اللي كنت ذكرت قبل على لي غوبريز ديكسبلواتاسيون، فالوغ حتى هما كيكونوا امبوزابل. دابا غادي نشوفوا لي برودوي نون كورون واللي هما الارباح ولا المبيعات اللي كتحققهم الشركه واللي ما داخلينش في ليكسبلواتاسيون ديال لونتربريز. فاول حاجه كاينه عندنا هي لي برودوي ديسيسيون دي موبيليزاسيون. هنا الى لونتربريز كان عندها واحد لو بوزوان ديال ليكيداسيون، يعني كان عندها واحد لو بوزوان ديال لارجون وما لقاتش منين غادي تجيب الفلوس، ولا مثلا لونتربريز بغات دير واحد لو غونوفلومون ديال لانفيستيسمون ديالها، يعني بغات تجدد الماتيريال اللي كاين عندها، فهاد الحاله هذه كتنوض لونتربريز وكتبيع الماتيريال القديم اللي كاين عندها، ففاش كتبيعو كيكون امبوزابل. كاينين عندنا لي سيبفونسيون ديكيليبر، وجمعت معاهم حتى لي سيبفونسيون دانفيستيسمون. فبالنسبه لي سيبفونسيون كما قلنا قبيله هما راهم عباره على واحد الدعم من عند الدوله للشركات، ولكن كاين فرق بيناتهم. فبالنسبه للسيبفونسيون ديكيليبر يعني واحد الدعم ديال التوازن، غير من الاسم ديالو ممكن نقدروا نفهموه. هاد الدعم هذا كتعطيه الشركه كتعطيه الدوله للشركات الكبار اللي كاينين في الدوله. فمثلا دوك الشركات الا كانوا كيعانيو ومثلا كانوا لي شارج ديالهم اكثر من لي برودوي ديالهم، ودوك الشركات ما ربحوش وقريب مثلا يديروا فايت ولا بغاو يخويو البلاد، ففي هذه الحاله الدوله كتعطيهم واحد لا سيفونسيون، يعني كتعطيهم واحد الدعم فقط غير باش يقدروا يستمروا في الدوله. فهذه هي اللي كنقصدوا بها لا سيفونسيون ديكيليبر. ولا الا مثلا كان الثمن ديال البيع ديال دوك المارشونديز ولا دوك لي برودوي اللي كتبيع هاد لونتربريز ما كانوش في الاستطاعه ديال العموم، يعني ماشي الشعب كامل قادر يخلص داك الثمن ديال داك المنتوج، ففي هاد الحاله الدوله كتعطي واحد الدعم لدوك الشركات فقط باش يخفضوا من الثمن ديال داك المارشونديز وتكون في الاستطاعه ديال المواطن المغربي. فالدوله كما قلنا كتعطي واحد الدعم لدوك الشركات باش كيخفضوا الثمن ديال البيع، ولكن الدوله راها كتعوضهم وكتعطي لهم واحد لا سيبفونسيون. فالمثال اللي ممكن نعطيه بحال مثلا الشركات ديال البناء، مثلا الا كانت شي شركه كبيره ديال البناء وكان دوك الاسمنه ديال مثلا يا اما السيما ولا الياجور كانوا غاليين بزاف، فهما كيبيعوا بواحد الثمن رخيص، الدوله كتفق معهم باش يبيعوا بثمن رخيص، ولكن هي راها كتعوضهم من بعد. وكاين مثال اخر ديال مثلا الشركات ديال الغاز، يعني الشركات ديال البوطه، فكما كنعرفوا راه البوطه كيقولوا باللي الثمن الحقيقي ديالها هو 100 درهم، ولكن كتباع فقط على ما اظن الدوله دايره واحد الدعم ديال 80 درهم، على ما اظن هذه اللي كنت قريت مش شحال هذه. فالدوله فمثلا المواطن المغربي ما غاديش يقدر يخلص ديك 100 درهم كامله على البوطه الكبيره، داكشي علاش الدوله
كتعطي واحد الدعم للشركات باش ينقصوا الثمن باش يولي كلشي قادر يشري ديك البوطه، ولكن راها كتعوض ديك لونتربريز. هذه هي اللي كنقصدوا بها لا سيبفونسيون ديكيليبر، يعني يا اما كتعطى باش يقدر باش ديك لونتربريز تخفض الثمن للمواطنين، ولا كتعطى للشركات اللي كبار في الدوله فقط باش انهم يقدروا يستمروا في البلاد، وباش انها تعاونهم باش يتخطاو داك العجز اللي كاين عندهم. كاين عندنا لا سيبفونسيون دانفيستيسمون، واللي يعني غير نسمي ديالها حتى هي ممكن نفهموها، واللي هو واحد الدعم كيتعطى من طرف الدوله للشركات فقط. هاد الدعم هذا كيكون على شكل تجهيزات ولا الات، والوبجيكتيف ديالو كيكون هو لوغمونطاسيون ديال لا برودكسيون. يعني الدوله كتعطيهم مثلا يا اما الالات، ولا كتعطيهم غير اله واحده باش يقدروا يسرعوا الانتاج ديالهم. فهذه هي اللي كنقصدوا بلا سيفونسيون دانفيستيسمون، ولا في بعض الحالات كتعطيهم الاراضي، وهذه غالبا كتعطى للفلاحين ولا لدوك الشركات الفلاحيه الكبار. كتعطيهم الدوله بعض المرات الاراضي باش يزيدوا يتوسعوا ويزيدوا يكثروا لينا من الانتاج ديالهم. كاين لي غوبريز راه هضرنا عليهم من قبل. هنا كاينين عندنا لي بيناليتي اي دي دي روسي. فشنو كنقصدوا بلي بيناليتي؟ لي بيناليتي هما الغرامات. فهاد لي بيناليتي ممكن يكونوا فيرسي، واللي هي اللي كتكون ديما، يعني ديما الشركه مثلا كتخلص الخطيات، ولكن في هذه الحاله الشركه هي اللي تخلصات في واحد الخطيه. يعني ممكن الشركه يكون كان وقع لها مشكل مع شي كليان ديالها، ولا شي شخص دار المهم شي حاجه جو سي با، فدوك الفلوس اللي كيعطيها كيتسموا دي بيناليتي. المهم البيناليتي كنقصدوا بها بالدارجه هي الخطيه، وبطبيعه الحال حتى هي كتكون امبوزابل. هنايا كاين عندنا لو ديغريفمون دامبو، وهذه اللي مهمه بزاف. هاد ديغريفمون دامبو فشنو كنقصدوا به؟ مثلا بعض المرات كنلقاو بلي الشركات كيخلصوا بزاف ديال الانواع ديال الضرائب. لحقاش في المغرب كاين 27 نوع ديال الضرائب والجبايات، يعني راه كاينين ضرائب كثار، ما كاينش غير تي في ا وليس وليير وهاد الانواع اللي كتعرفوا، وانما راه كاينين بزاف ديال الانواع ديال الضرائب مخلطين ما بين لي زامبو ما بين لي تاكس ولي ديغري او بلوتو ما بين لي غودوفونس ولي بريليفمون. يعني كاينين بزاف ديال الحوايج. فبعض المرات الى لونتربريز ما كانوش عندها الفلوس باش تقدر تخلص واحد النوع معين ديال الضرائب، في ديك الحاله لونتربريز كتكتب واحد الطلب، يعني كدير واحد الدوموند لاداره الضرائب كتصيفطو لهم، وكتبين لهم بلي راه لونتربريز راه عندها واحد لو بوزوان دو ليكيديتي بليتو، يعني كتبين لهم بلي راه ما عندهاش الفلوس وما عندهاش منين غادي تخلص داك لامبو، ولا كتبين لهم بلي اصلا داك لامبو واخا تخلصو راه ما غادي ينفعها بوالو، يعني راه حتى الفلوس ما عندهاش باش غادي تخلصو. فداك الشيء علاش لونتربريز كطلب منهم الاعفاء من ديك الضريبه، يعني كطلب منهم باش ما تخلصش ديك الضريبه، ولا حتى الا كانت خلصاتها كطلب منهم باش انهم يردوا لي هذوك الفلوس، ولا على الاقل يردوا ليها غير جزء منهم. وبطبيعه الحال كيصيفطوا لها بزاف ديال لي دوكيمون، ولا كيصيفطوا ليها لا ديكلاراسيون دو شوماج الا مثلا كانت لونتربريز ما بقاتش كاع كتبيع، يعني المده طويله لونتربريز ما كدير والو، كيصيفطوا ديك لا ديكلاراسيون دو شوماج. وبطبيعه الحال الا كانوا عندهم دي فاكتور واحد اخرين ولا وثائق واحد اخرين كتصيفطهم لاداره الضرائب، وهما كيراجعوا الطلب. الا اقتنعوا بداك الشيء اللي ديكلارات لونتربريز، ولقاو بصح بلي لونتربريز ما عندهاش الفلوس وبلي قنعاتهم في داك لا دوموند اللي طلبات، فراهم كيردوا ليها لو مونطون توتال ديال داك لامبو اللي كانوا خلصوا، يا اما لامبو مثلا يا اما لا تاكس دي ديليتي ولا لا تاكس دابي بلوتو. كاينين دي زوتر تيب ديال لي تاكس، يعني راه كاينين بزاف ديال الانواع. الا كانت خلصاتها وكانت سون اوبجي، فطبيعه الحال راه كيردوا ليها يا اما المبلغ كامل ولا كيردوا فقط جزء منه. فداكشي اللي كيردوا ليها راه كيكون امبوزابل، وكيدخل لينا في لو كالكول ديال ليس. حتى لهنا غادي نكونوا سالينا الحلقه ديالنا. ما تنساوش باش انكم تابوناو في لاشين ديالنا وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش باش انكم تعطيونا الاقتراحات ديالكم ديال لي كور اللي بغيتونا نهضروا عليهم من بعد. فنتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.